شايفتك تركت الكتابة واجي لحقت تخلص بالسرعة؟ لا والله يا باسمة ما لحقت شيء، اصلا ما كتبت ولا حرف. شو الحكي، صار لك ساعة ونص قاعد وما كتبت شيء؟ ما بعرف، يبدو انه المزاج هربان مني اليوم ومجافيني على الاخر وما بعرف شو صاير لي. طب والزاوية شو بدك تعمل فيها؟ مو المفروض تسلمها بكرة للجريدة؟ رح حاول اشتغل فيها الصبح، واذا لحقت معي على بكير بسلمها الساعة 12 الظهر. وعن شو الزاوية اللي ناوي تكتبها؟ شو بيعرفني؟ لحد هلأ ما في ولا فكرة براسي، أصلاً لو لقيت الفكرة كنت كتبت الزاوية دغري وما استنيت لهلأ. طيب شو رأيك تكتب عن أحداث 11 سبتمبر؟ حاجة بقى باسمة، لا تشتغلي فيني، بزعل منك. ها؟ وليش لحتى تزعل مني بقى؟ يا باسمة زاويتي بالجريدة زاوية ساخرة، ولها سبب بدي موضوع يتحمل سخرية، مو موضوع جدي مثل هاد. بعدين فكرك ضل حدا ما كتب عن أحداث 11 سبتمبر؟ طيب شو رأيك تكتب؟ خلاص خلاص باسمة، لا تقترحي علي شيء، لأني مثل ما قلت لك مزاجي اليوم هربان مني وذهني متبلد. بقى خلينا نأجل هالموضوع لبكرة والصباح رباح. خلاص خلاص مثل ما بدك. شوفي عنا عشاء تتعشي؟ اي احلى الي الحليب. يعطيك العافيه. الله يعافيك. بس ليش بلونه الحليب؟ شو استاذ؟ ما بعرف، عاطي على صفار شويه. هو الحب ايدك استاذ، لانه البقره اللي حلبنا منها الحليبات اكله رعبه ومصفرنه شوي. يا حبيبي عليك وعم تضحك كمان، صحيح انك فايق ورايق. روق استاذ شبنا، الله وكيلك الحليبات تازه وما فيهم شيء ابدا. فلا تتوسوس وخلي بالك مرتاح. إذا هيك ماشي الحال، الله يرزقنا ويرزقك. شو رأيك أستاذ أحكي لك نكتة تروق فيها دمك؟ لأنه عدم المؤاخذة حاسك هيك ضايق أخلاقك شوي. من الصبح حنكت؟ هات لشوف. اسمع أستاذ، كان في مسؤول كبير، كبير كتير، وهالمسؤول عنده مستودع، وبهالمستودع في فانوس قديم، قديم كتير، يعني عليه الغبرة هالسمك، لا يا ربي هالسمك. المهم طلع فيه هيك المسؤول للفانوس وقال لحاله والله هالفانوس حلو كتير، وخرج نحطه صمدية بالمكتب. قام ما كذب خبر، جاب هالفانوس وقعد يمسح الغبرة عنه ويفركه يفركه يفركه، وفجأة أساس طلع من هالفانوس دخنة عبت الغرفة كلها، ومن بين هالدخنة طلع لك مارد ضخم ضخم كتير. المسؤول من رعبته رجع لورا وطلع هيك بالمارد وقال له منو أنت؟ وليش ليرتعب بقى؟ ليش وين المرافقة تبع المارد؟ قصدي تبع المسؤول؟ لا تدقق استاذ، المرافقة كانوا برا. المهم خليني أكمل لك النكتة. تفضل. طلع له المارد للمسؤول وقال له شبيك لبيك عبدك بين إيديك، اطلب واتمنى. صفن هيك المارد وقال له مين أنت؟ قال له أنا مارد وخادم المصباح، واللي بيمتلك هالمصباح بيمتلكني، فاطلب واتمنى وانا مستعد احقق لك كل طلباتك وكل امنياتك. ايه وشو طلب منه المسؤول؟ ما طلب شي بتاتا. اوف وليش بقى؟ لانه المسؤول اطلع فيه هيك وقال له للمارد خراس ولا حيوان، انا كل طلباتي وامنياتي محققه، انت اذا ناقصك شي اطلب واتمنى. يخرب بيتك يخرب بيتك على هالنفسه، لك منين جايبها انت؟ ولو استاذ هي من بنات افكاري. اصبح لازم تحجر على بنات افكارك قبل ما يخربوا لك بيتك. ها سيدي، على قولة المثل اكثر من القرد الله ما مسخ. على شو بدي خاف يعني استاذ؟ احسب حسابكم بالحليبات بكره استاذ. اي مثل العادي، بس لا تتاخر ان شاء الله. لا يلا السلام عليكم. الله معك، مع السلامه. استر ما شفتوا منا استاذ. لا يهمك، الله معك. وهي الحليبات. شو كنت عم تحكي معه لبياع الحليب؟ يا ستي بياع الحليب انقذني بالوقت المناسب، تسلم لي عينه. تسلم لك عينه؟ ليش من شو انقذك حتى تسلم لك عينه؟ استلهمت منه فكرة الزاوية يلي بدي اكتبها للصحيفة بدون ما يحس ويشعر. من بياع الحليب؟ ايه وليش مستغربة بقى؟ وشو هالفكرة العظيمة بقى؟ بعدين بحكي لك اياها، فايت اكتبها قبل ما اطير من راسي،
اوعك تسري حليبات على النار، ما بحبهم شايطين، اوعك ها؟ طيب. حلو. برافو عليك استاذ جميل. حلوة كثير. عجبتك الزاوية مو هيك؟ كثير حلو. اللقطة ذكية. فعلا انك انسان موهوب. بتعرف يا استاذ جميل اني بديت انا غار منك. هذا شيء طبيعي لازم تغار مني لانه يلي بيطلع معي ما بيطلع معك. بس ما قلت لي منين طلعت معك هالنفة؟ يعني منين لقطة؟ منين يعني؟ من بنات افكاري طبعا. يا عيني على بنات الافكار اللي عندك. طيب انا ليش بنات افكاري ما عم يطلع معهم هيك شيء؟ يمكن لانه ما عندك بنات بالمره، كلهم صبيان. حلو حلو هالنفه، فعلا حلوه. على شو عم تضحك؟ زاوية هون بالجريده. اسمعي، قال كان في واحد مسؤول لقى مصباح، فركه قام طلع له ماري، قال له شبيك لبيك عبدك بين ايديك، اطلب وتمنى. طلع في مسؤول هيك وقال له انت اطلب وتمنى، شوي اطلب وتمنى. والله مين كاتبه؟ واحد كاتب اسمه جميل الناشف. بصراحة عم فكر استثمر هالفكرة واعمل منها قصة قصيرة لحتى اكمل مجموعتي. طيب شلون بدك تستثمر الفكرة وهي مو لك؟ ولا يهمك، انا هي الشغلة شغلتي. بكل بساطة ممكن غير معالم القصة كلها، يعني بدال ما اعمله مسؤول بعمله تاجر ملاك كبير، وبدال ما اخلي المارد يطلع من الفانوس بطلعه من شي جرة من شي خابية من شي قطرميز. يعني ما بيعترض عليك كاتب المقال؟ وناقصه يعترض كمان؟ ليش دخيلك شو عامل هو؟ كلها زاوية صغيرة بجريدة، بس أنا اللي رح أتعب ورح فكر ورح عيد صياغة الفكرة من أول وجديد ومن بنات أفكاري الخاصة. أحسن شي دق الحديد وهو حامي. لوين؟ بدي بلش بكتابة القصة لأنه لازم سلم المجموعة الأسبوع الجاي. يا سلام يا سلام يا عمار، تعرف هالخاطرة بيطلع منها برنامج بيطير العقل. وانا من هلا رح اسمي مصباح الامنيات السحرية. برافو عليك. شلون؟ هيك ها، الله فتحها علينا اخيرا. خير شو في بجريدة؟ يا سيدي في فكرة ممتازة وبتصير احلى فيديو كليب لاغنيتك الجديدة، ما حدا سبقنا عليها على الاطلاق. هات لشو؟ ليك لقطة حلوة، بيطلع منها فكرة دعاية مبتكرة بتاخد العقل. شو 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 العمى، وصلت الوقاحة لهون؟ العمى العمى على هالجرأة والوقاحة. خير جميل شو بك؟ لك سرقوني يا باسمة، سرقوني بعز النهار. يوه شلون يعني سرقوك وامتى وكيف؟ سرقوني بنات افكاري. ما فهمت عليك. تتذكري الزاوية اللي كتبت عن المصباح السحري من شي اسبوعين؟ هي اللي نقلك ياها بيع الحليب؟ ولك شو نقلني ياها انت تانية؟ او حالي فيها؟ المهم شبها الاخ صاحب هالمجموعة القصصية لطشها مني مثل ما هي وعاملها قصة قصيرة، لا وفوق منها حاطت اسمه عليها بكل وقاحة من دون ما يشير لمصدرها. قصدك لبيع الحليب؟ ولك إلي انا مصدرها، شو بيع الحليب انت التانية؟ بس وينك؟ انا ما رح اسكت ابدا، قسما بالله ما رح اسكت. فوتي لجوا وجيبي لي رقم المحامي. اوام. يا سلام على هالفكره، شو رائعه؟ بيطلع منك 30 حلقه بيطيروا العقل. كوميدي، تشويق، اثاره، يعني بنقدر نقصد من خلالها كل شرائح المجتمع. استاذ طمني، شغلت لي بالي، يعني شو رايك؟ الفكرة حلوة كتير. يعني عجبتك؟ كتير عجبتني. شفت شلون استاذ؟ أنا ما بجيب لك فكرة إلا إذا كانت جديدة ومبتكرة وفيها كل الجوانب المعنية. لا تواخذني استاذ بهالكلام، يعني أنا مالي حابب أمدح حالي، بس يعني الفرق بيني وبين غيري إني أنا كاتب مجتهد بيعتمد على نفسه، مو مثل الكتاب التانيين يعني نازلين لطش من هون ومن هون. استاذ أنا بعتمد على بنات أفكاري أنا. الله يعطيك العافية يا استاذ، بهنيك على هالفكرة. بس يا ترى بتتحمل 30 حلقة؟ يا سيدي بتتحمل 30 و40 و60 حلقة إذا بتريد. شلون هيك بقى؟ طبعا استاذ، لأنه الموضوع مفتوح غير محدد، يعني إذا وقع الفانوس مثلا بإيد حدا من الناس، في عندك فكرة جديدة لحلقة جديدة، عد على أصابعك. لقلك يوم بيوقع الفانوس بإيد استاذ مدرسة، يوم ببياع يا نصيب،
يوم بإيد مثلا وحدة عانس، يوم بإيد مراهق، وهلم جرى. يعني الموضوع غير مغلق، مفتوح لعدد كبير من الحلقات. بهيك حالة نحن بنقدر نعمل رصد لكل شرائح المجتمع عامة. هو بالفعل الموضوع غني. يعني مستعد تتبناه؟ بصراحة أنا مستعد، بس بدي أسألك، عرضته على حدا قبلي يا ترى؟ لا لا يا أستاذ، هيك عم ترمينا بحجارك. يعني معقولة أنا أعرض فكري الأدبي لواحد غيرك؟ سبق وعملتها معك شي؟ أصبح خلاص أستاذ، أنا رح أتبنى المشروع ورح أموله، بس بدي منك مبدئياً 30 حلقة. أوكي أوكي، بس بدنا سلفة صغيرة تحت الحساب لو سمحت. ولا حتى تسلمني الحلقة الأولى لأقراها؟ جاهزة، تفضل. هاي الحلقة الأولى. العم معقول؟ شو هادية؟ إيشو الدنيا فتانة؟ هاي اسمها سرقة عالمية. خير شوفي؟ لك شوفي قال، شوفي قال، اسمعي على القصة. يستعد المخرج رضوان المقصاطي لبدء عمليات التصوير لمسلسله الجديد الفانوس السحري، وهو من تأليف كاتب السيناريو سعيد الخرندعي. وتدور أحداث العمل، اسمعي، عن فانوس سحري يحرسه مار الضخم، وينتقل هذا الفانوس من شخص إلى آخر، وبالتالي تتنوع حلقات العمل حسب الأشخاص الذين يمتلكون هذا الفانوس. وعن هذا العمل يقول الكاتب الخرندعي: عجبك على الشغلة؟ لك سرقولي فكرتي وعملوها مسلسل، لك في أكثر من هيك وقاحة؟ يعني أنت متأكد إنها قصتك؟ طبعاً متأكد، لك ما سمعتي الخبر بإذنك؟ إيه شو ناوي تعمل؟ شو ناوي أعمل؟ إيه بدي شرشحهم، بدي أرفع عليهم دعوة قضائية وطالبهم بتعويض مادي ومعنوي. ودخلك رح تستفيد بهالصورة؟ إلا ما أستفيد، وإذا ما استفدت بكون عملت شوية ضجة حوالين اسمي. طيب مو لتنتهي هديك الدعوة بالأول؟ ألو دعوة؟ الدعوة اللي رافعها عليك الصحفي ومتهمك بأنك لطشت زاويته الصحفية وحولتها لقصة. اي والله معك حق. لك شلون راحت عن بالي هالشغلة؟ بس ويني؟ هلأ أنا إذا ربحت الدعوة اللي رافعها على كاتب السيناريو بصير التعويض إذا ربحته من حق الصحفي إذا ربح هو الدعوة علي. مو هيك؟ وأنا كمان هيك عم قول. قولي على المشكلة. وشو العمل يعني؟ أنا بقول لك شو تعمل. هادي لشو؟ ما في غير انك تتفق انت والصحفي وتحلوا هالاشكال الصغير اللي بيناتكم وترفعوا دعوة مشتركة ضد كاتب السيناريو. يعني لازم تكونوا حلف واحد ضد كاتب السيناريو لحتى تستفيدوا. والله فكرة معقولة، بس قولتك الصحفي بيأمل يتحالف معي يا ترى؟ ليش لحتى ما يقبل؟ اخي اترك لي هالمقدمات هلأ وقل لي شو المطلوب مني. المطلوب انك تسحب الدعوة اللي رافعها ضدي، ونحن اثنين بعدين بنرفع دعوة على سعيد الخرندعي. ايه وشو رح استفيد انا من هالشغلة؟ دخلك وشو رح تستفيد اذا ربحت الدعوة اللي رافعها ضدي؟ لا تنسى اني انا شافت كاتب قصة معتر، ما رح يطلع مني شي. اما هنيك هنيك الدسم عند سعيد الخرندعي. انت بتعرف هيك نص تلفزيوني قديش بيطلع حقه؟ قديش يعني؟ 200 الف ليرة؟ 200 الف ليرة؟ يقول 400 500 الف ولا تخاف. شو الحكي؟ لكن الله وكيلك ما بزل عليك انه هاي القصة اقل شيء اقل شيء هيك سعرة. ويعني ساعتها نحن اذا طالبنا بالتعويض فبيطلع لنا 200 الف، 100 الك و100 الي، شبهه بيضروا بطنك شيء؟ لا والله حلوين يا خالد، بس شو بدنا نساوي بالدعاوي اللي رافعها ضد المطرب يلي عمل فيديو كليب والمخرج يلي ساوى برنامج منوعات من وحي الفكرة تبعي؟ خلاص هلا اتركهم انساهم، هدول ما رح يطلع منهم شيء. بعدين هن ما دخلوا بهالقصة كلها، يعني أنت يلي عملت هالفكرة وكتبتها بالجريدة، بعدين أنا أجيت وطورتها وساويتها قصة قصيرة، قام إجا السيد سعيد الخرندعي لطشها وعملها مسلسل تلفزيوني، مزبوط ولا لا؟ والله تمام مزبوط. أصبح خلص أخي، اتفقنا، حط إيدك هون. باسمة؟ يا باسمة؟ باسمة؟ باركي لي يا باسمة. على شو بدي بارك لك؟ 100 ألف ليرة عدا ونقدا. إن شاء الله ألف مبروك يا رب. بس شو القصة؟ معقول ربحتوا الدعوة بهالسرعة؟ ليش في دعوة بينبت فيها بهالسرعة أنت التانية؟ لكن منين هدول المصاري؟ المنتج أبو عبد البقاعي تبع المسلسل تبعنا بعت لنا ليتفاوض معنا وناول كل واحد منا 100 ألف ليرة لإيده لحتى نتنازل عن الدعوة ونكتب له تنازل عن فكرة المسلسل. إيه وتنازلتوا له عن حقكم؟ طبعا بدنا نتنازل. ايه انا ب100 ألف ليرة مو بتنازل عن فكرة المسلسل، مستعد اتنازل عن شهادتي الجامعية كلها. لك 100 ألف ليرة هدول مو ضحكة لعبة. وا
والله العظيم معك حق، يعني بأمرنا ما كنا رح نقدر نصمدهم. بعدين تعي لقلك، شو رسمنا شغلة عليه؟ كلها زاوية بجريدة انكتبت بيوم واحد. مزبوط، بس بتعرف الفضل كله لبيع الحليب. أنا بيع حليب. أما صارت لك معي نهفة يا أستاذ، شكلي بتطير ضبانات العقل، بتحط العقل بالكف، يعني بالمسلسلات ما صارت. نهفة شو؟ هذا يا أستاذ إن شاء الله تحكي لي هون على الدرج. لكن وين بدي أحكي لك أستاذ؟ لك يا منظوم هلأ 100 واحد بيسمعنا، فوت لقلك فوت. لوين؟ لجوا لك فوت لقلك حتى نفطر سوا وبتحكي لي النهفة على مهلك. الحاكم أنا معجب كثير ببنات أفكارك.